طيب سيد فلاديمير في كييف، هل ما زلتم تنتظرون الكثير من هذه الاجتماعات الدورية أو من هذا الاجتماع الذي نتحدث عنه والخاص بمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي من أوكرانيا. أكيد أوكرانيا تتوقع حصول من الغرب وخاصة من دول ناتو مساعدة عسكرية. ممكن يتسألون أعزاء المشاهدين، لماذا يجب لغرب تزويد مساعدة لأوكرانيا؟ لأن أوكرانيا نزعت ترسانة نووية، أوكرانيا نزعت صواريخ باليستية، أوكرانيا نزعت دبابات، أوكرانيا نزعت طائرات استراتيجية وفقا للمذاكرة بودابشت. وضمنت بريطانيا، أمريكا، من سخرية القدر روسيا، فرنسا، الصين حماية أوكرانيا وعدم استخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا. اليوم روسيا تهدد باستخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا، واليوم روسيا هاجمت على أوكرانيا غدرا بصراحة. أنا لا أستطيع أن أشاطر رأي ضيف من مصر بأن لا يوجد أي تقادم قوات مسلحة أوكرانية. دعونا نتذكر بأن نحن نقاتل مع الجيش رقم 2 على مستوى العالم، وأوكرانيا حررت 45% من أراضيها التي روسيا احتلت. نعم، موجود الآن تقدم روس، ولكن لنكون صريحين، ما هو تقدم روس لمدة هذه السنتين؟ 40 كيلومتر في منطقة دونباس وخلاص. أولا، ثانيا، نعم أوكرانيا تحصل على مساعدة من الغرب، ولكن الحرب هي كمان رياضيات. يعني كم عدد من الدبابات أوكرانيا حصلت مثلا من بريطانيا؟ أوكرانيا حصلت أقل من 30 دبابة من طراز تشالنجر 2 من بريطانيا، حوالي أقل من 30 دبابة من طراز ليوبارد 2 من ألمانيا، حوالي 40 دبابة من طراز أبرامس أمريكية. فالسؤال مطروح على الطاولة، هل يكفي كل هذه الدبابات في جبهة القتال في طول حوالي 1500 كيلومتر؟ أكيد لا. نحن بصفة عامة نحصل من الغرب المعدات العسكرية ليست متطورة، نعم مساعدة كبيرة أكيد، نعم نحن أنا لا أقلل هذا المساعدة، نحن شاكرون جدا، ولكن هذه المساعدة ليست يكفي. وكما قلت قبل، أوكرانيا حصلت ضمانات من الغرب وخاصة من أمريكا حماية أوكرانيا وحماية استقلال لأوكرانيا.